زمان يعني، كنت لما بمشي واشوف مناطق ظروفها صعبة، فكنت بحلم ان ده يتغير. يا رب اكون اقدر او نقدر مع بعض ان شاء الله. كل قرى مصر احنا حاطين لنفسنا خطه ان احنا نخلصها في 3 سنين. هنخلص الصرف الصحي، هنطمن على ميه الشرب، هنطمن على الكهرباء. وحتى لا اطيل مقدمات طويله، انا قلت المقدمه قبل الفصل. خلينا نرحب بضيوفنا الاعزاء داخل الاستوديو. سياده العميد سمير راغب، رئيس المؤسسه العربيه للتنميه والدراسات الاستراتيجيه، منورنا. ازاي صحتك؟ اهلا بيك يا فندم. كله تمام؟ الحمد لله على السلامه. ربنا يسلم حضرتك. خبيرنا الاقتصادي الرائع والجميل استاذ محمد نجم، منورنا. شكرا جزيلا، ربنا يخليك. اهلا وسهلا بحضرتك. سياده النائب الزميل الصديق الرفيق محمد عبد العزيز، وكيل لجنه حقوق الانسان بمجلس النواب. اهلا بيك. ازاي الحال؟ كله ماشي؟ الحمد لله. منورنا، كل سنه وانتم طيبين. في يوم من اروع الايام اللي شافتها مصر في تاريخها الاكثر حداثه لو صح الكلام. خليني يمكن هبدا من سياده العميد. كيف يرى سياده العميد 25 يناير سنه 2022؟ وصلنا لايه؟ الحقيقة احنا وصلنا لما كناش نحلم بيه، سواء كان في ثورة يناير او حتى في ثورة 30/6 في كافة المجالات. الحقيقة احنا على المستوى الامني والعسكري، يعني امبارح والعالم كله بيتداول من خلال الاسبوع ده، مصر في الترتيب الـ12 في القوى العسكرية في جيوش العالم، متفوقة. يعني هي بتأتي بعد دول كبرى يعني. وفي سنة 20 كنا في الترتيب 9. كل ده تحقق خلال المشوار ده. بالمناسبة ما بعد ثورة يناير كنا في 18، في الترتيب 18. وده اللي بيعكس في المجال العسكري. الجميل لما تخش في التفاصيل. يعني الرقم ده الناس تشوفه كويس، لكن لما تخش في التفاصيل أنا عايز أشير إن في جزء من التطور في القطاع المدني هو اللي ساهم في ثبات وتطور الترتيب العسكري. عظيم. لأن الدخل القومي الإجمالي بيدخل، الاحتياطي النقدي بيدخل، الديون بتدخل كمعامل سالب. وبطمن الجميع أن احنا ترتيبنا في الديون 96 على العالم، لأنها ليها علاقة بالديون لعدد السكان، للدخل القومي الإجمالي، للقدرة الشرائية المكافأة. القدرة الشرائية المكافأة والقدرة على السداد. والقدرة على السداد احنا مسجلة 1.5 تريليون دولار. يعني قدرة مصر الشرائية 1.5 تريليون دولار. طبعا الدخل الإجمالي قريب من 400 مليار دولار، يعني قريب، هنبقى قريب نص تريليون. دي أرقام التريليونات دي ما كانش بيسمع عنها. على المستوى الأمني، يعني سيادتك في البداية كلمت على ما تحقق في قطاع الأمن. قطاع الأمن تحقق في كل قطاعاته. قطاع الأمن الوطني طبعا في المقدمة لأن هو المعلومات طبعا. قطاع الأمن المركزي والعمليات الخاصة يعني نهضة في الإدارية في الإيواء اللي يتعلق بالضباط والمجندين والمعسكرات، يعني ارتفاع في مستوى الكفاءة القتالية، الروح المعنوية. وزي ما قال الرئيس في كلمته التاريخية السنة دي في العيد 70، إن بقاء الوطن يعتمد على وجود شرطة وطنية طبعا مدركة وواعية لمهمتها الوطنية. وده اللي بقى موجود. صحيح. يعني إنك عندك شرطة متطورة ووعية، لأن اللي قاله الرئيس في مجمل كلمته هو ملخص عناصر البقاء في الأمن القومي للدولة. هم عنصرين: البقاء والتنمية. لا بقاء لدولة بدون شرطة وطنية واعية، ولا تنمية بدون شرطة وطنية واعية. 100%. مش حد هيستثمر عندك وما عندكش أمن. المواطن لما حسش بالأمان يتحول نفسه إلى عنصر مؤثر على الأمن. فالتضحيات اللي قدمتها الدولة المصرية كلها من شبابها لجيشها لشيوخها لشرطتها لقضائها لكل ده، احنا بنشعر بيه النهاردة
المؤشرات العسكرية الأمنية، الاتحادات انت بتتكلم في تأمين سواحل وحدود سواء كان بحرية أو برية مع دول انهارت الحدود فيها، بقيت بتأمنها لوحدك بإجمالي 5600 كيلو. يعني مش فكرة طول البحر الأبيض يعني. فكل ده لما توصل لمرحلة أنت دلوقتي بتقود منتدى المخابرات الأفريقي، بتقود منتدى المخابرات العربي قيادتهم بقت في مصر، بتقود دول وزراء الدفاع الساحل والصحراء، عندك مركز مكافحة إرهاب دول الساحل والصحراء، عندك مركز إعادة إعمار ما بعد الصراعات. احنا مصر بقت تجربة استثنائية في كل الدول اللي أطلق عليها دول الربيع العربي، بمناسبة ان 25 يناير ده كان متصاحب مع مصاحب لما أطلق عليها الربيع العربي، وبقت نموذج ملهم. يعني احنا يعني النهاردة عندنا رئيس الجزائر عبد المجيد تبون في أول زيارة رسمية لمصر، ولما تشوف النقاط اللي بيتكلموا فيها كلها نقاط أصبحت مصر تمثل نموذج في مكافحة الإرهاب، في علاقات الخارجية، في العلاقات العربية وحل المشاكل سواء داخل أفريقيا في إطار أفريقي أو حل المشاكل في الأزمات اللي هي بقت مستفحلة. صحيح. في المنظومة صحيح. العربية وصلنا في الآخر لكل من كان يرى أن ثورة 25 يناير وسيلة لتحقيق غاية اللي هو يبقى عندنا وطن قوي مستقر هيكون راضي باللي بيحصل. كل من كان يرى في 25 يناير أن الثورة غاية لن يرضي ما حدث، عشان نبقى واضحين يعني هي وسيلة. عمرها ما تبقى الثورة غاية، عمرها ما تكون غاية، هي أداة أو وسيلة للوصول إلى هدف. وسيلة ووسيلة استثنائية وعالية التكلفة طبعا. إن طبعاً. كانت يعني حصل مرة ونجحنا، الرئيس في كل كلماته خلال يعني الشهور الأخيرة بيقول الحمد لله وده كرم ربنا وإن إحنا خرجنا من المرحلة دي، يعني من مرحلة ربنا كتب لنا عمر جديد. كتب لنا عمر جديد. هنا هاخد الكلام ده قبل ما أروح لصديقي العزيز محمد عبد العزيز عشان أعرف الانعكاسات بتاعت ده على ملف يكاد يكون واحد من أهم وأقوى الملفات، مش بس اللي موجودة في مصر لكن على مستوى العالم، الملف الحقوقي. بس الربط اللي عمله سيادة العميد ما بين الأمن وما بين الاقتصاد، يا أخي نسأل خبير الاقتصاد، هذا الربط إلى أي مدى هو مهم وهو ربط لصيق أم اقتصاد يؤدي إلى تنمية؟ طبعا في ارتباط يعني مباشر، وارتباط حتى مش محتاجين احنا نشرحه كتير، هو مفهوم حتى مش بس للمتخصصين، مفهوم للمواطن العادي، انه هو فعلا يعني هل ممكن انت تحافظ على وظيفتك بدون امن؟ هل ممكن تحافظ على شغلك بدون استقرار، بدون ان الدوله يكون فيها اقسام شرطه شغاله، يكون فيها مؤسسات امنيه شغاله، يكون فيها سياده قانون، يكون فيها؟ مستحيل. لكن لو حضرتك بتسالني عن الرؤيه الاقتصاديه بحته تماما، ما فيهاش اي مشاعر لاي ثوره 25 يناير ولأي تحرك جماهيري عموما، فالاقتصاد ومن ناحية اقتصادية بحتة ما فيهاش أي مشاعر ولا عاطفة، ومن زاوية قصيرة الأجل فهي بتشوف أن أي تحرك جماهيري في الشارع في أي حتة في العالم في أي زمن هو شيء سيء، شيء سلبي. أي تحرك، أي حاجة، حالة فوضى وعدم استقرار ونزول للشارع بأي شكل في أي دولة، هو لو هنبص من ناحية اقتصادية ما فيهاش عواطف ونظرة قصيرة الأجل فقط، هنقول ان ده تحرك سيء ايا كان هو احنا مع مين. رغم ان انا شخصيا يعني شاركت في الثورة، وانا شخصيا حتى هذه اللحظه شايف ان هي شيء ايجابي وعظيم جدا، لكن لو وصلنا في سنه 2011 يعني 25 يناير كنت هقول لك لا ده سيئه جدا من المنظور الاقتصادي لكتاب الاقتصاد. لكن النهارده بعد 10 سنين على مرور هذه الاحداث وعلى مرور الثوره، احنا نقدر نقول ان الثوره النهارده على بقى زاويه طويله الاجل بقى بنبص عليها، هنلاقي ان هي عامله وبشبهها بتشبيه بسيط شويه زي كده. حضرتك عارف القوس لما انت تحوط عايز تضرب السهم فتشد القوس لورا شويه بتخلق تنشن طبعا، لا لا اقصد اقول انت بترجع لورا شويه تاخد مسافه للخلف شويه عشان تقدر تجري مسافات طويله. صح. تضرب السهم لمسافات طويله. صح. احنا اللي حصل عندنا هو ده بالظبط اللي حصل، ان احنا رجعنا للخلف مسافه كبيره جدا في 2011 لحد 2016. من 2016 احنا خدنا سرعات مهوله، انطلقنا بقى السهم. عجبني المثل بصراحه، هو بالظبط حرفيا كده. بس هو الريسك هنا بقى، هو كل دوله تقدر تعمل تاخد المجازفه دي ان هي ترجع ان هي تقع تماما ويحصل هذا. مش بقول تحريك المياه الراكده، لا ده احنا عملنا زلزال في المياه الراكده
من 2011 لحد 2014، هل كان حد يضمن انه احنا كان هيجي لنا قائد زي الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي كان وقتها كان مدير المخابرات الحربيه، ثم حصل تصعيد وبعد كده تولى القياده العامه، ثم بعد ذلك رئاسه الجمهوريه؟ حد كان يتخيل ده يحصل؟ كان ريسك كان عالي جدا. حد كان يتخيل ان احنا نقدر ننجح في 30 يونيو او 3 يوليو؟ حدش كان عارف. وست النائب قاعد يعني يعي ذلك اكثر مني ويقدر يقول لنا ويشرح لنا، حد كان ضامن؟ كان في ريسك عالي جدا. طب حد كان عارف هو ايه الموقف الدولي؟ كان اصلا 3 يوليو دي هتنجح؟ طب بعد كده 14 اغسطس كان ايه رد الفعل اللي هيحصل علينا؟ هل كان ممكن يحصل تدخل دولي، تدخل عسكري، حصار علينا؟ وحصل جزء بشكل جزئي يعني حصار علينا، فكان في ريسك عالي جدا. لكن اقتصاديا النهارده بعد 10 سنين ونظره طويله الاجل، لا احنا عاملين زي القوس بالظبط، احنا خدنا مسافه كبيره للخلف، وقعنا كتير، خسرنا كتير جدا، لكن ارتدينا والقوس انطلق وحققنا سرعات وجرينا بسرعات اقتصاديه مهوله، اكبر بكتير من اي حد كان يتخيل في 2011 ان احنا قادرين على ان احنا نعمل ده. طيب ده بيخليني هنا انتقل على طول لسياده النائب العزيز السيد المحترم محمد عبد العزيز. 20 سنه نضال سياسي تقريبا يا محمد، 20 سنه تقف وانت حالما بمستقبل عظيم لهذا الوطن، ايا كانت التكلفه انا بحلم ومصمم ان انا احقق حلمي، ثم 25 يناير، ثم 30/6، ثم وتمرد، وبعد ذلك تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين، والمجلس القومي لحقوق الانسان، ونائبا في البرلمان بل وكيلا لهذه اللجنه زي ما بقول لك صاحبه الملف الشديد الاهميه. لاي مدى بتشوف بعد 20 سنة زي ما بقول لك من هذا النضال الوطني اللي الواحد يحسدك عليه ويشكرك عليه كمان، انه الجمهورية الجديدة قدرت في 25 يناير 22 تضع بصمة غير قابلة للمحو في مكتسبات حقوق الإنسان المصري؟ اولا كل سنة وحضرتك طيب، وكل السادة المشاهدين بخير بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة المصرية. وبنقول انه النضال الوطني المصري متصل عبر تاريخه، لانه اذا كنا بنتكلم انه من 11 سنة البعض من المصريين حلموا بوطن افضل في 25 يناير 2011، فمن 70 سنة أيضا في شباب مصريين كانوا رفضوا المساس بكرامة الوطن المصري، صح، ووقفوا في وجه الاحتلال ورفضوا تسليم أسلحتهم في الإسماعيلية. بنتكلم عن سنة 52، 25 يناير 52 حينما رفض الشبان المصريين من الشرطة المصرية من البوليس المصري التسليم للاحتلال في هذه الفترة. أيضا هو زي ما قلنا النضال الوطني متصل، انه في شباب مصري في 25 يناير 2011 ايضا كانوا يحلموا بوطن افضل، يحلموا بمعدلات تنميه مرتفعه، يحلموا بحريه وديمقراطيه وعداله اجتماعيه. اذا بنبص النهارده في سنه 22 عن وعايزين نتكلم عن ال 11 سنه الاخيره وما جرى فيها من تحولات دراميه كبيره، خليني اقول لك انه ما نقف عليه الان يشبه المعجزه بكل المقاييس، سواء كانت السياسيه والاقتصادية والعسكرية والدولية. وأنا عشت تجربة 30 يونيو و 3 يوليو وشفت الموقف الدولي وتأزماته كان شكله عامل إزاي. الآن اللافت للنظر بالنسبة لي أن الرؤية المصرية للمنطقة وللإقليم ولهذا الوطن هي السائدة، واللي بيقتنع بها المنطقة والإقليم والعالم كله بأنه هذه هي الرؤية الوحيدة الصحيحة. وإذا كنا بنتكلم عن سنة 2011 وتغيرات حصلت في عدد من الدول الشقيقة، شوف أن الدولة الوحيدة التي استطاعت أن تتحرك في مسار آمن الآن هي مصر تقريبا. حتى الدول التي كان لديها رؤية مختلفة مع مصر، مثلا في علاقة التحول الديمقراطي أو التحول السياسي اللي حصل في مصر بتيار الإسلام السياسي أو تيار الإسلام التيار المتأسلم يعني، الجميع الآن يرى أن الرؤية المصرية صحيحة، أن هذا التيار هو تيار إرهابي لا يمت إلى الإسلام بصمة. حتى في دول اعتبرتهم في مرحلة من المراحل شريك شركاء في الحكم، لكن هم أثبتت التجربة عمليا أن الرؤية المصرية كانت صح في السياسة. في الاقتصاد أنا طبعا مش هتكلم محمد نجم على جنبي، لكن أي حد بيقرأ قراءة منصفة وموضوعية في مثلا مبادرة حياة كريمة ويشوف انه هذه المبادرة بالارقام الاقتصادية والمؤشرات الاقتصادية هي المبادرة التنموية الاكبر في العالم من حيث عدد المستفيدين،
من حيث الأموال الـ 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 يعني المنفقة من أجل إحداث هذه التنمية، من حيث عدد اللي بيشتغلوا في هذه المبادرة من الشباب واللي بيقوموا بعملية التنمية. أنت بتتكلم عن مبادرة بتخدم حوالي 50 مليون مواطن مصري في القرى المصرية. لو هنيجي على ملف حقوق الإنسان، وملف حقوق الإنسان إحنا كمصر يعني شركاء في صياغة كل المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ومصر كان لديها عضو في اللجنة التي صاغت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 48. ولكن حتى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وهي بتقسم حقوق الإنسان للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية، يعني لو هنتكلم يعني بموضوعية، لا يمكن تحقيق الحقوق المدنية والسياسية دون تحقيق الحقوق الاجتماعية والاقتصادية طبعا. هل يمكن أن تضمن حق في حرية الرأي والتعبير والحق في حرية الانتخاب دون أن تضمن الحق في السكن اللائق والصحة والتعليم والوعي والثقافة؟ استحالة. وإلا تبقى بتعطي حق الانتخاب لمن يستطيع أن يدفع أكثر إذا ما أحدثتش تنمية طبعا. لو أنت بتتكلم على طبعا. أنه الهدف فقط بشكل قشور كده، يعني أنك تعمل عملية ديمقراطية شكلها كويس، ما ده سهل بالمناسبة يعني ده أسهل حاجة. أسهل حاجة. لكن في النهاية هل ستصبح هذه العملية الديمقراطية هي معبرة حقيقية عن إرادة الشعب؟ في تقديري مش هيبقى تعبير حقيقي، لكن الذي يحدث تعبير حقيقي هو اللي يعمل مبادرة حياة كريمة مقترنة ب أكبر نسبة للشباب في تاريخ الحياة النيابية المصرية أعضاء في مجلس النواب. ما احنا جربنا تجربة أكتر من كارثية في برلمان الإخوان. الإخوان جم بانتخابات. وده بيقول لك إنه وبعد سنة نفس الشعب هو اللي نزل أدرك إنه هؤلاء لا يمكن هذه عصابة لا يمكن أن تحكم. تبدو عملية ديمقراطية ولكنها في قلبها هي غير معبرة بشكل حقيقي أو واقعي. شوف هقول لك عن إرادة. هقول لك جملة إنه دون إحداث تنمية اقتصادية قايمة على تحقيق حياة كريمة للمواطنين تصبح أي عملية انتخابية هي تزوير لإرادة الناس بشكل آخر، لأنك هتدي الطرف الذي يستطيع أن يستغل حاجة الناس وعوازهم أنه يستخدم هذا الأمر لتزوير إرادتهم بشكل آخر. الأصل في الموضوع أنك تحقق الحقوق المتعلقة بحقوق الإنسان مع بعض في مسارات متوازية. تشتغل على الحق في الصحة فتعمل 100 مليون صحة وتعمل التأمين الصحي الشامل، تشتغل على الحق في التعليم ودي كلها حقوق أساسية في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. أنا يعني مش بكلمك على كلام إحنا اخترعناه، العالم بيقول كده لو أنتم منصفين، هو دي المواثيق الدولية. تشتغل على الحق في التعليم، تشتغل على الحق في التنمية، الحق في الحياة الكريمة، وتشتغل أيضا على الحقوق المدنية والسياسية، فتلاقي عندك أكبر نسبة من الشباب في تاريخ الحياة النيابية المصرية موجودين في مجلس النواب الحالي. تكلم عن أكبر صحيح. نسبة للمرأة في تاريخ الحياة النيابية المصرية موجود في المجلس الحالي، أكتر من 25% من السيدات موجودين فيما. بتتكلم عن المواطنة وبتقول أنه منذ الاحتلال العثماني ما كان الخط الهميوني هو اللي بيحدد بناء الكنائس، أصبح هناك لأول مرة في قانون لبناء الكنائس صادر عن مجلس نيابي منتخب في المجلس السابق في سنة 2019. فأنت هنا بتتكلم عن طفرة مختلفة في الحقوق بشكل متوازي. اللي عايزك تشتغل في نوع واحد من الحقوق هو لا يريد أنك تحقق حقوق الإنسان، هو يريد فقط أنك تعمل شكل وفقا لهوى معين سياسي، ولكن دون أن تحدث حقوق الإنسان بمفهومها الشامل اللي فيها مسارات متوازية. حلو جدا. أنا أستأذنكم هنروح لفاصل، نرجع بعد الفاصل نكمل كلامنا، ويمكن نرجع بعد الفاصل مباشرة سيادة العميد سمير راغب في يمكن الـ 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 الفكرة التي تدور في رأسي الآن، هي مسألة وضع استراتيجية لوطن بكافة فئاته تجمع ما بين الحفاظ على كافة حقوقه الإنسانية والحفاظ على تنميته الاقتصادية وأيضا استقراره الأمني، ومش عايز أسميها بس مجرد استقرار أمني، هي الوصول إلى أعلى مرتبة من الاستقرار الأمني لضمان الحقين اقتصاد وحقوقه الإنسانية كاملة. نعود إليكم بعد الفاصل، استنونا. احنا بقى عندنا قاعد بيانات ل70 مليون، وده امر مهم قوي ان احنا نتحصل عليه، لان ما كانش لدينا ده قبل كده بالمستوى ده وبالدقه دي وبالتفاصيل دي.
المبادرة دي كان الهدف منها ان هي تخش على قضايا بعينها وتستهدفها وتحل ما امكن عشان تخفف من الام ومعاناة الناس. واقول لكم بكل صراحة وثقة ان من حق الشعب المصري ان يفخر بتضحيات ابنائه الاوفياء من الاطقم الطبية والقائمين على المنظومة الصحية بالدولة لمحاصرة فيروس كورونا واحتواء تداعياته. اللقاح الحقيقي هو الوعي في التعامل مع الوباء. بالمناسبة احنا كنا بنتكلم على خيالات الاخوان وعلى رأي سيادة العميد قالك هم عايشين في حالة دينايل مستمرة، state of denial. يمكن الحتة دي هنجيلها، بس انا عايز هرجع للنقطة الرئيسية اللي أنا كنت عايز أسأل عليها حضرتك، هي مسألة أنه الاستراتيجية التي تجمع ما بين الوصول إلى أعلى معدل من الاستقرار الأمني، الحفاظ على الاقتصاد، مش هقول بقى بما لا يمس حقوق الإنسان ولكن يصبح داعما لحق الإنسان والمواطن. أنا همثلها لك باعتبار أن أنا مهندس هندسيا، يعني قوة الدولة مثلث، ضلع منه اقتصاد، ضلع منه قوة عسكرية، ضلع منه علاقات خارجية. كلما زاد أطوال الأضلاع هتزيد مساحة المثلث، مش كده؟ يعني طبعا كل ما الأضلاع، بس بشرط يكون يعني المثلث معدول، يعني لأنه ممكن يتحول، لو ضاع ضلع يتحول لخط. يعني لو دولة فقدت الاقتصاد ما بقاش في مثلث، لأن في زاوية بقت صفر، يصبح في خط انحراف. ده اللي حصل مع روسيا الأيام الاتحاد السوفيتي، إن في اقتصاد وقع، عندهم جيش نووي وعندهم يعني ملايين الذخيرة والأسلحة. فكل ما مساحة المثلث زادت هتديك فرصة إن داخل المثلث ده بقى مجتمع مدني بيشتغل وسياسة بتشتغل وحقوق إنسان بتشتغل وحرية رأي بتشتغل، لأن عندك يستوعب ده. عشان كده الرئيس لما اتكلم قالك إحنا محتاجين يبقى الدخل تريليون دولار، يعني يتضاعف تقريبا. الدخل ده لما يتضاعف اقتصادك يتحسن، بقى في فرص عمل، الناس لما بتشتغل كتير ما بيبقاش عندها فرصة انها تفكر في اشياء سلبية لانه هو منتج. طيب الرئيس عايز يشغل كل الشعب، وفي ناس بتشتغل في حياة كريمة، وفي ناس بتشتغل في الزراعة، وفي في في الظهير الصحراوي، وفي توشكا، وفي اماكن كتير. لكن خلينا واقعيين، يعني انا مش هقدر اروح للنرويج غير لما يبقى عندي بيركابيتا النرويج. يعني اخد الدخل القومي الاجمالي اوزعه على الشعب، يبقى ده مثلا نصيبه مثلا في السنه 30,000 دولار متوسط مثلا. فاحنا ما عندناش ده عشان نحكي بصراحه. طيب الاضلاع الاساسيه اللي احنا سندنا عليهم هو ضلع الامن القومي، شرطه وجيش، عشان مراحل التحول الصعبه. أول ما بدت الأمور في 30/6 تستقر، بدينا في الإيه؟ في العلاقات الخارجية. ابتدى رئيس ينطلق في أفريقيا، رئيس الاتحاد الأفريقي، ابتدى كل دوائر من الأمم المتحدة، فيزيجراد، كل التجمعات، حتى مع الخليج، مع الأشقاء في الخليج، كل ده عشان في ضلع لازم يتم. بقى عندك استقرار وأمن قومي، بقى عندك علاقات خارجية، ابتدى الاقتصاد ينور. الاقتصاد عشان ينور لازم في جزء بيعود على المواطن وفي جزء بيعود على الاستثمار. يبقى عندك شوارع، بنية تحتية، يبقى عندك طرق. بالمناسبة كثافة الطرق بتخش في تقدير عناصر القوى الشاملة طبعاً للدولة. كثافة المواني وأصول النقل البحري بيدخل في الموضوع ده. الكلام ده انت بتعمله اولا بقى عندك فكرة الردع الاستباقي والردع الاعلامي، فكرة واللي كنت بتحكي فيها حضرتك قبل ما ندخل، سرقت عربية هتيجي، خطفت شنطة من أنسة ولا سيدة هتيجي. لا مكان للاختباء في مصر، كاميرات مغطية كل الدنيا، سواء المملوكة للوزارة أو المملوكة للمواطنين أو المحلات. فأصبح عندك فكرة الفوضى أنت أمنيا تعاملت معها. يعني فكرة المناعة اللي حصل في 25 يناير، امنيا انا مش دعوه سياسه ولا كويس ولا وحش، مش ده موضوعي دلوقتي. فكره ازاي الشرطه فجاه، يعني الشعب سواء كان اللي نزلوا دول يعني بطريقه باخرى عارفين بيعملوا او مش عارفين او مدفوعين، ما كانش في مناعه، لا مناعه عند المواطن في الادراك، ف
فتقدر قناة تأثر عليه أو طريق أثر عليه. ولا فكرة المناعة عند الأجهزة الأمنية اللي كانت موجودة في الوقت ده في الشرطة إنها تواجه مثل هذا النوع. أنت بقى دلوقتي عندك حاربت المسببات لمثلها كذا فوضى، وفكرة الإدراك وتحصين الوعي اللي الرئيس بيتكلم في كل مؤتمر أو مجموعة أو ندوة تثقيفية للقوات المسلحة اللي فيه جزء بيقوم بها بنفسه فخامة الرئيس، إن هو بيكلم الناس بشكل مباشر وبيكلم على الإعلام يا جماعة يا مفكرين، تحصين الوعي زي كورونا كده، ربنا يعني إيه يشفي الجميع. لو حد عنده، لو وصل العالم لفاكسين بقى عندك المناعة، فحتى لو فيه الفيروس مش هتصاب. طيب كده من ضمن خطوط المناعة دايما هي الاقتصاد ثم الاقتصاد ثم الاقتصاد. يعني لو أنا بلد فيها حالة من حالات الرخاء الاقتصادي فده بيخلق لي خط مناعة وأجسام مضادة رهيبة مذهلة عظيمة. الفترة اللي فاتت كان في كتير جدا مؤسسات الدولة هي اللي بتقوم بالاستثمار بالمشاركة مع القطاع الخاص، ده كان حاصل، لكن على ما يبدو في اتجاه أكثر انفتاحا لتشجيع تشجيع القطاع الخاص للمزيد من الاستثمار، لأنه هو اللي قادر على جلب المزيد من رؤوس الأموال، جلب استثمار أجنبي مباشر أو غير مباشر، وبالتالي خلق فرص عمل واسعة. في رأيك لما بنسمع الرئيس وهو يصر دائما على أنا عايز القطاع الخاص يدخل، خلال الشهور القليلة الماضية في إصرار شديد من الرئيس على توضيح الصورة بتاعت الاقتصاد ودور القطاع الخاص في الاقتصاد والمزيد من جذب الاستثمارات الخاصة سواء إذا كانت استثمارات وطنية أو عربية أو أجنبية. بس هستأذن أروح فاصل وأرجع أكمل الكلام. الحديث على الهواء والحديث في الفواصل الاثنين شيقين بصراحة. خلونا نجدد ترحيب مرة تانية بضيوفنا الأعزاء، وكنا بنسأل خبيرنا الاقتصادي أستاذ محمد نجمة على مسألة فلسفة الدولة اقتصاديا. في فترة ما قبل 2011 وفي فترة تانية بعد كده كانت من بعد 2014-2015، ألا وهي أنه في مؤسسات الدولة هي اللي قاعدة عمالة بتشتغل بالشراكة مع القطاع الخاص، وفي فترة على ما يبدو اللي احنا مقبلين عليها هي توسيع شراكات القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية. عايز نفهم دي أكتر وإصرار الرئيس عليها. بص أستاذ يوسف، احنا يعني في النقطة دي هنتكلم أولا بما أن احنا في ذكرى 25 يناير، فاحنا هنتكلم هو فلسفة الدولة الاقتصادية قبل 25 يناير كانت عاملة ازاي، بتصرف فلوس ازاي، وإيه أهدافها أصلا. حلو. وبعد كده اتغيرت ازاي النهاردة الفلسفة دي، وإيه أهداف الدولة، إيه التغير ما بين قبل 2010 مثلا قصاد 2020، التغير ده عامل ازاي، برسوم بيانية معانا توضح النسب المئوية لكل مصروف من مصروفات الدولة بتصرفه ازاي، واستحوذ على نسبة كام من اجمالي مصاريف الدولة. جميل جدا. مش هتكلم على الرقم كام مليار جنيه، لا هتكلم على النسبة. بس حطوها لنا يا جماعة على الشاشة، هتلاقي اللي هي توزيع مصروفات الدولة قبل ثورة يناير. ايوه 2009-2010، في واحدة شبهها بتاعت 21-22. تمام هو ده كده معروف. تيجي نجيبها لنا في الشاشة العملاقة. لا بحب الشاشة دي جدا عشان اقدر يعني تمام. انتوا حطيتوها في الشاشة ماشي. ايوه عايز هي دي. ايه المقصود بقى هنا؟ ان انا بوضح هنا فلسفة الدولة رايحة فين اصلا. يعني احنا معانا، هنفترض ان احنا معانا 10 جنيه هي ده كل مصروفات الدولة 10 جنيه، هنصرفها ازاي؟ 36% 36 جنيه هتروح على الدعم، 22 جنيه هتروح على الاجور، ماشي. الاستثمارات 12 جنيه فقط. فوائد الديون اللي كانت اغلبها ديون استهلاكيه 15 جنيه، شراء سلع وخدمات 7%، مصاريف اخرى 8%. دي كانت دي بتلخص لو انت عايز تفهم الدوله بتفكر ازاي. فهي يهمها جدا الدعم، التموين، ان هي تدي له اغلب مصاريفها، اغلب قدراتها الاقتصاديه بتصب في الناحيه دي، عشان بنقدمه في شكل تهدئه الشارع، حفاظ على استقرار الدوله، استقرار النظام، استقرار الحكم،
ما نقربش من الاستثمارات، أطرمخ على الفساد كده، استثمارات قليلة جدا. طبعا ناهيك عن أنه الدعم ده كان دعم أعمى بيروح لناس لا تستحقه أصلا. طبعا. ودعم كان لا يصل لكثير من الناس اللي تستحقه، يعني ناس كتير كانت في مستوى دخل كويس وبتاخد دعم ما تستحقوش، وناس تانية كانت تستحق الدعم وما بيوصلهاش. صحيح. والاستثمارات طبعا المشاريع الجديدة وخلي فرص العمل كان رقم 4 أو رقم 5، ما كانش من ضمن أولويات الدولة فيما سبق. الرسم البياني اللي بعده هيوضح اختلاف كبير في فلسفة الدولة ورؤيتها لتوزيع المصاريف وتوزيع قدراتها. اللي هو بقى 21-22 بالضبط اللي بعده. خش عليه. ها؟ أقول جزر. أيوة. أيوة. بس كده. نفس الميت جنيه بتتوزع إزاي بقى؟ هلاقي إن أكبر رقم بيروح للفوائد، الفوائد اللي هي إيه؟ اللي هي بندفعها على ديون كلها على المشاريع كلها. صح. استثمارية، فدي فوائد تدفع على ديون بتنفق على استثمارات، يعني دي استثمارات غير مباشرة. 32 جنيه من المية جنيه اللي معانا مش بقترض فلوس اروح اشتري بيها اكل قطط. ده الفرق بالظبط، ده الفرق، فرق كبير قوي. رقم 2، بص على الاستثمارات كده، دي استثمارات مباشرة بقى. 19% الدولة 19% 19 جنيه من كل 100 جنيه الدولة بتحطها في استثمارات مباشرة من الخزانة العامة للدولة. حلو. الأجور انخفضت بقت 20% أو 20 جنيه من المية. الدعم بقى، الدعم اللي هو كان 36 بقى 17، يعني انخفض أكتر من النص. فهنا أنت بتقدر تفهم هو إيه التغير اللي حصل، إنه إزاي الدولة هي بدأت إن والدعم هنا اللي انخفض ده أصبح بيروح، هو انخفض لسبب. أيوة. إن أنا وديته للي بيستحقه. بالظبط كده، مش أي فنكوش. الحاجة التانية، الدعم على الوقود والكهرباء والمية، ده الفلوس دي ما الدولة ما حطتهاش في جيبها. هي وزعتها على حاجات تانية. صح. يعني الدعم كنا بندفع 120 مليار جنيه قبل ما نبدأ الإصلاح، 120 مليار جنيه على دعم الوقود فقط، 120 مليار. ال 120 مليار دي النهاردة تتروح في حدود ال 15-13، رقم بسيط جدا. طب في الفرق ده راح فين؟ المية دي بالظبط رحنا عملنا بيها الشبكة القومية للطرق، 9000 كيلومتر طرق مثلا، مستشفيات بالظبط كده، 100 مليون صحة، حياة كريمة اللي هي تكلفة 700 مليار جنيه، هنجيبها منين 700 مليار جنيه دي؟ في جزء استدانة وقروض بناخدها بنسميها قروض جيدة، قروض حميدة، قروض استثمارية. بس في جزء تاني من الخزانة العامة للدولة، ان انت بتحرك من هنا بتودي هنا، بتشيل من هنا تحط هنا، من دعم الوقود تحط هنا في حياة كريمة، من دعم الكهرباء تشيله وتحطه في حتة تانية، من الرسوم اللي على الطرق والكارتات والدمغات والحاجات دي بتشيل بتزودها هنا وتقوم حاططها في منظومة الرعاية الصحية او قانون او نظام منظومة التأمين الصحي الشامل. فالخلاصة ان انت بتحاول تخلق توازن، بس التوازن ده انت زي ما قلنا في البداية خالص ان انت عايز تنطلق بأقصى سرعة، انه اخيرا القوس اللي تراجع في 2011 انطلق لأقصى سرعة بعد 2016. ده الشق الاول من الكلام، هو ايه اختلاف الفلسفة بين قبل وبعد. فالدولة اخذت خطوات للأمام، عملت المبادرة، هي اللي بقت الدولة هي اللي بتقود التنمية ومعدل النمو الاقتصادي اغلبه جاي من الدولة، بس ده ما ينفعش يفضل مستمر للأبد، ان الدولة ليها قدرات محدود. لازم اروح ادخل القطاع الخاص على طول، هو كمان يشتغل ليخلق لي فرص عمل برضو شكل اكثر مستدامة ومستدامه واكثر تنوعا. طب هنا بالزبط. هسال سياده النائب محمد عبد العزيز قبل ما نروح الفاصل، ناخد الاجابه بعد الفاصل. اللي احنا بقى شفناه في الرسمين التوضيحيين او الباي تشارتس اللي احنا شفناها دي، لما اجي اخدها واجي اعكسها على الملف زي ما بقول اللي بعتبره دايما اكثر اهميه، اللي هو ملف حقوق الانسان، لانه حق الانسان في النهايه خلاص هو بالتاكيد اهم شيء ممكن نتكلم عنه. بلاقي انه انخفاض الانفاق على الدعم زي ما شرحه نجم، فيذهب الدعم الى مستحقيه من ناحيه، وابدا اغير في الفلسفه الاقتصاديه بتاعتي، واقدر اغير كمان في شكل الانفاق وحجم الاستثمار واشكاله. هل ده يؤدي الى انعكاسات ايجابيه في ملف حقوق الانسان؟ هل يراها العالم ولا العالم يرى ما يريد أن يرى، أو بعض العالم يرى فقط ما يريد أن يراه إن أراد أن يشاهد أصلا أو يفتح عيني؟ هستأذن هنروح لفاصل ونرجع نكمل الكلام.
انا مش هضيع وقت في المقدمات برضو، انا هرجع بسرعه لزميلنا صديقنا العزيز النائب محمد عبد العزيز على مساله انعكاسات ده على ملف حقوق الانسان وكيف يراها العالم. في مقوله شهيره بتقول انه الاقتصاد اخطر من ان يترك الاقتصاديين. اذا انت بصيت للارقام مجرده يمكن انه اي حد يقول طب ما والله الانفاق قبل 2011 ده مش بطال، راجل بيدي دعم للفقراء هو حاجه كويسه ويعني ومحافظ على انه نسبه الدعم تبقى كبيره جدا يعني. بس كان دعم كذب الاهم من غير هو ده بقى، هو ده بقى عشان كده بقول لك ان الاقتصاد لا يجب ان يترك. ما هو كل منظومه بيبقى عندها اقتصاديها المعبرين عنها، وبالتالي لو بصيت للخرائط للرسم البياني اللي اتعرض يمكن ان يفسره بعض الاقتصاديون على انه ده الدعم هو واخد رقم كبير وبالتالي ده له معنى ايجابي. يعني الانحياز السياسي هو اللي يفسر يترجم ماذا يقصده الاقتصاد. هل حينما تنفق على الدعم اكبر من اي حاجه تانية، هل ده معناه ان انت عايز تحافظ على العداله الاجتماعيه ولا عايز تحافظ على بقاء النظام واستقراره بغض النظر عن المصلحه الوطنيه؟ هي دي النقطه بقى، ده السياسه بقى. ولذلك انا خدت من الارقام ده للوهله الاولى انه اللي احنا شفناه من تطور طريقه الانفاق او انحيازات الدوله واحنا بنتكلم في سنه 22، الدوله في هذه المرحله تنحاز للمصلحه الوطنيه وليس لصناعه شعبيه زائفه. الاهم انك ماذا، حتى لو كنت هتديك دواء مر لكنك عارف ان هذه الطريقه هي اللي هتعالج الخلل اللي موجود في بنية الاقتصاد على مدار سنوات طويلة. انت ممكن تحس انه الطريق ده اصعب لكن ده الطريق الصح، انت تاخد الطريق الاسهل لكن ده الطريق الغلط، انك هتصل الى مرحلة من ان الطريق هيتسد قدامك مش هتقدر. عايز مخفض الحرارة ولا حقنة الانتيبيوتك؟ انت اللي انت تعاملت بيه في هذا المنهج في الانفاق في طريقة الانفاق هو ده المنهج اللي يبني تنمية مش يديك مسكنات. تبني تنمية معناها ايه؟ معناها انك انت تزود الاستثمارات. انت لو بتتكلم على زيادة الاستثمارات ده معناها انك مش بس بتغير في الشكل الاقتصادي، انت كمان بتغير في خصائص السكان، لانه حينما ترتفع معدلات التشغيل الاستثمارات تزيد، الشخص اللي اشتغل واللي دخله بيتحسن والاقتصاد بياخد طريق الانطلاق نحو مزيد من الاستثمارات، ده يخلي هذا الشخص يتعلم أفضل، يخلي هذا الشخص يبقى مثقف أكتر، يبقى عنده قدرة في مراحل من المراحل الأخرى على الترفيه فيدخل سينما ويبقى عنده فرص أكبر ليه أنه ترتفع جودة الحياة بالنسبة له. انعكاس ده إيه على حقوق الإنسان؟ حقوق الإنسان زي ما قلت هي وحدة متكاملة، لا أنا لا أستطيع أن أنظر إلى حقوق الإنسان باعتبارها حقوق مدنية وسياسية فقط، لكن أنا أنظر لها إلى الحق في التنمية، أحد أهم الحقوق الأساسية لحقوق الإنسان. فأنا لما أجي بتكلم عن أنه معدلات التنمية بترتفع، مسار التنمية بيزيد، لما بشوف النهاردة أنه عدد الكيلومترات من الطرق اللي اتعمل اللي هو تقريبا ربع شبكة الطرق اللي موجودة على مدار تاريخ مصر، يعني أنت بتتكلم على في السبع ثمان سنين دي، أرجو حد يصحح لي، لو بنتكلم عن 9000 كيلو اتعمل من 27000 كيلو تقريبا مش كده، فاحنا بنتكلم عن رقم نسبه ضخمه جدا، يعني 27000 كيلو ده تاريخ مصر من الطرق. في السبع ثمان سنين ده اتعمل 9000 كيلو بس ولسه الموضوع ما خلص. هل ده انت هتقول لي وانا هستفيد ايه بهذا؟ لا، ولنتذكر الوعد القديم، الوعد القديم كان كلهم على بعض 5000 كيلو اللي قالهم لنا الرئيس اول ما تولى، قال هنعمل 5000 كيلو. لا هو ما وصلوا ل 9000. السؤال بقى هل انا محتاج 9000 كيلو؟ ده مفيد في ايه؟ ده مفيد في انه لا تستطيع انك تبني اقتصاد قوي بدون وسائل انتقال امنه، لانه انت لو هتعمل مصنع لازم يبقى في طريق ينقل البضاعه طبعا، وده يخلي انه فرص التشغيل تزيد، لان انت لو ساكن في مكان وشغلك في مكان اخر هتحتاج زمن التنقل ده وحرق الوقود، بقلل التكلفه الاقتصاديه، بقلل التكلفه الاقتصاديه طبعاً. كل انعكاس هذا الامر في ملف حقوق الانسان بشوف انه الذي يريد أن ينظر إلى ملف حقوق الإنسان بموضوعية كما نعلمه وكما درسناه وكما قرأناه أن حقوق الإنسان وحدة متكاملة بين الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، هيشوف أنك أنت عملت طفرة ضخمة جدا في السبع ثمان سنين دي. صحيح. من يريد أنه يستخدم ملف حقوق الإنسان استخدام سياسي لأن يدفعك إلى أن تدفع تنازلات أنت مش هتعملها كمصر، هيفضل شايف أن أنت في مكان مش اللي هو عايزه.
في مكان خاطئ من وجهة نظره. الطريق اللي احنا خدناه زي ما هو قلنا انه طريق صعب لكنه هو الطريق الاصح. صحيح. انا عايز اشكركم جدا على رأي سيادة العميد. الموضوع اللي انت فتحته ده يوسف عايز له 3 ايام بس، وماله نيجي يوم تاني وتالت ورابع. احنا نتشرف بوجودكم معانا حقيقي، انا بجد سعيد جدا بوجودكم معانا في اليوم ده، لانه ده يوم يعني يمثل بالنسبه لي شيء عظيم جدا. فوجود حضراتكم بالنسبه لي يجعل هذا اليوم اكثر سعاده واكثر ربحيه طالما احنا بنتكلم في الاقتصاد. هو خلصت الحلقه، خلاصه القول على الاقل من وجهه نظر واحد راجل ماركسي عتيد يعني دايما عبد العزيز يتريق عليها في الحكايه دي، الا انه شوف يا مولانا لما الدوله تدي دعم كبير معناها انه الدوله عايزه المواطن ولا مؤاخذه يعني يفضل طول الوقت مادد ايده للدوله يتسول. لما الدوله تقلل معدل الدعم زي اوروبا على سبيل المثال فيصل الى درجه الصفر، ده معناه ان المواطن قادر على ان هو يوفي احتياجاته بنفسه، يعني في فرص عمل وفي قدر من التعليم يسمح له بانه بيقبض مبلغ عليه القيمه يصرف منه على نفسه. هل ده معناه ان ما يبقاش في مظله حمايه اجتماعيه؟ لا لازم. هي النرويج ما فيهاش؟ هم النرويج شيوعيين عندهم دعم؟ ما عندهمش، لكن عندهم مظله حمايه اجتماعيه اللي هي ايه؟ ان يبقى في عندي تعليم محترم منخفض التكلفه، صحه محترمه تكاد تكون معدومه التكلفه، الخ الخ الخ. ان اردتم ذلك خليكم مؤمنين باللي بيحصل. ابتسم أنت في الجمهورية الجديدة. خلصت الحلقة، ولو كلنا العمر نتقابل بكرة إن شاء الله في نفس الميعاد وبرنامجكم التاسعة. أقل من دقيقة هتلاقي معاك كريم رمزي ورقم 10. استنونا.